بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ما زال رب العالمين يعير بني إسرائيل بما فعل الآباء والأسلاف. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. طيب، ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أتباع سيدنا موسى عليه السلام بأشياء كثيرة. بعض العلماء يسمى الوصايا العشرة التي جاءت في الألواح التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم من ديارهم. طبعا لا تسفكون دماءكم ليس مقصود بها الانتحار، لكن مقصود بها قتلهم، مقصود بها قتلهم بعضهم البعض، قتلهم بعضهم البعض بأيديهم. إنسان إذا قتل أخاه المؤمن قتل به، أنت لما تقتل أخوك أنت هتتقتل به، يبقى أنت قتلت نفسك. وإذا أخرجته من بيته بدون حق ستخرج أيضا، الجزاء من جنس العمل. ورسول الله يقول في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فأنت لما بتأذي أخوك أو بتأذي جارك أنت بتأذي نفسك. يعني كلنا كمسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو الإنسان لما بيجيله حمى بيسخن ليه؟ يأتي إشارة إلى المخ في خطر في الجسم، فالجسم يسخن عشان الانسان ينتبه، الميكروب في الجسم فالجسم يقفل. يبقى اذا انت لما بتقتل بتؤذي اخا لك انت اذيت نفسك. لذلك هذا تعبير بليغ في القران: واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، اي لا تسفك لا يقتل بعضكم البعض ولا يخرج بعضكم البعض من ديارهم غير حق، ثم أقررتم أنتم تشهدون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. شوف ربنا يقول إيه: سلموا على إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، مباركة من عند الله طيبة. في سورة النور ليه؟ أنت لما بتسلم لو حد وسلمت عليه وتقول عليك السلام عليكم ورحمة الله عليك السلام، يبقى أنت سلمت على نفسك، لأن هو دعالك ودعاء اخيك لك سواء كان بظهر الغيب او غيره، يعني ربما يكون افضل من دعائك لنفسك. فانت بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبرد عليك، ولو لقيت البيت فاضي ما حالفش حد فبتقول السلام عليك، السلام علي، السلام علينا اهل، السلام عليكم، لان البيوت لها عمار. فانت تدعو بالسلام سكينه ورحمه. فربنا بيقول ايه؟ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه، مع ان ما فيش حد في البيت. فالقران يفسر بعضه بعض. ف هنا يقول لك لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم تظاهرون عليه، لا تخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أقررتم يعني تسلمتم وأذعنتم وقلنا سنفعل، وأنتم تشهدون أي أنتم تشهدون وتعلمون أن ذلك حق، أي أنتم تشهدون بصدق هذا الكلام وأنه موجود في كتبكم. فلما يبقى أنا مش بس بقر وبمضي، لا، ده أنا بقول الكلام ده فعلا صح، فدي الشهادة، بشهادة مني إن هذا يعني هم يعلمون الناس بذلك ويقولون لبعضهم البعض هذا حق ويجب أن نتبعه، ثم يكفرون به ويفعلون عكسه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ويأتوكم أسارى تفادوهم. قالوا على بقى دي نزلت في الأوس والخزرج وحلفاء الأوس والخزرج من اليهود. قال العلماء ان بني كانوا قينقاع كانوا حلفاء للخزرج، والاوس كانوا حلفائهم النضير و النضير، و عندنا في خيبر في بني النضير، في خيبر في بني قينقاع، وفي قريص، وكانوا تانيين حلفاء قريص. فكان لا يعني والعياذ بالله التجار اليهود تجار سلاح، فكان همهم الأول الوقيعة بين الأوس والخزرج.
فكانوا يوقعون بين الاوس والخزرج ويبيعون لهؤلاء السلاح ولهؤلاء السلاح، وكان كل طرف من الطرفين له حلفاء. فكان طبيعي الحميه في الجاهليه لما تحصل حرب الحليف بيشترك مع حليفه في الحرب، فدايما في نزاع بين الاوس والخزرج وبيوقعوا بينهم وبيبيعوا لهم السلاح. فبني قينقاع او بني قريظه بتشترك مع الخزرج، والنضير يشترك مع الاوس ويحاربوا بعض حربا طحنه. والبعض العلماء كانوا يسمي هذه العلماء كما قال الطبري وغيره بيسموها سمير، حرب سمير. والغريب انهم كانوا بيقولوا لبعض ما هنبين بعدين، يعني نحن اهل علم، مكتوب في كتبنا انه سيظهر نبي قد اقترب ظهور اخر انبياء هذا الزمان او اخر نبي، وسنؤمن به وسنقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. فظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، الأوس الخزرج آمنت وهم كفروا، مع أن ربنا قال لهم لا تكونوا أول كافر به. المهم فتحصل الحرب ويشتركوا مع بعض، فاليهود يحاربوا اليهود، فبني قنيقاع تحارب النضير مع الأوس والخزرج، بعدين ويقتلون بعضهم البعض ويخرجون بعضهم البعض. ثم تنتهي الحرب، إذا وضعت الحرب أوزارها افتدت اليهود بعضها البعض، فكان العرب يعيرونهم بذلك يعني. وجاء القرآن وهو العلماء يعيرهم بذلك يعني. فكانوا بيسألوهم، العرب يسألوهم يقولوا انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني انتوا بتقتلوا، انتوا ربنا سبحانه وتعالى محرم عليكم ان انتوا تقتلوا بعض، محرم عليكم اخراج ان تخرجوا بعض من الديار والتهجير، وبعدين بعدين بعد ما تقتلوهم وتخرجوهم تفتدوهم بالمال؟ فردوا عليهم قالوا لهم إننا نستحي ان يذل حلفاؤنا، يعني احنا لنا حلفاء ما نقدرش ان احنا الحلفاء دول يقصر منهم الناس ونسيبهم. فشوفوا السفه، إننا نستحي ان يذل حلفاؤنا. هو تستحوش من القتل، ما تستحوش ان انتوا تقتلوا بعض، لكن تستحوا ان انتوا تسيبوا حد من عندكم اسير. فذلك قال رب العالمين ثم انتم يا هؤلاء، هنا في حذف، ثم انتم هؤلاء، كان العرب يتكلمون بذلك قديما، ثم انتم يا هؤلاء، وكلمه يا حذفة، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون، شو هنا بيقول لك فريقا منهم، يعني هنا تخرجون انفسكم هنا عشان يوضح لك ان انت لما بتخرج حد انت كانك بتخرج نفسك، فتوضيح. ثم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، تظاهرون عليهم اي تعاونون عليهم او تناصرون عليهم. فالتقويه والمناصره، وكلمه المظاهره جايه من الظهر، لان الانسان قوته في الظهر. ولك حتى انت ايه تقويت ظهري، يعني حتى احنا في العرب لغه عاميه نقول ذلك. لما عايز اقول لما واحد انت ايدتني او قوتني، بقول له انت خلي انا هكون في ظهرك، انا هكون، ما تخافش انا دايما هكون في ظهرك. فالظهر علامه القوه، فكلمه ظهر. فهم دايما يقول تظاهرون عليهم اي تعاونون عليهم او تناصرون عليهم. لذلك ربنا العالمين يقول فاصبحوا ظاهرين، من انصاري الى الله؟ قال حاولونا نحن انصار الله، امنا بالله وشر. فلما امنت الطائفه وكفر الطائفه، فيادنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين، اي اصبحوا منتصرين. فتظاهرون عليهم اي تناصرون عليهم، تعينون بعضكم البعض بالاثم والعدوان. يا ريتهم بيتناصروا بالحق، لكنهم يتناصروا بالاثم والعدوان. وياتوكم اسارى، اي وان رايتموهم اسارى، وياتوكم اسارى تفادوهم. وإن أتوم أسارة، أن وإن رأيتم أسارة تفادون. في بعض الماء، في بعض القراء قالوا أسارة، بعض الماء قالوا أسارة. وتتظاهرون عليهم، في بعض الماء قرأوا تظاهرون عليهم، في بعض الماء قرأوا في قراءة تتظاهرون عليهم، أضغمت التاء في التاء، فيتظاهرون عليهم أي تتظاهرون عليهم بالاسم. وإياتكم أسارة أي أسارة أو أسرى تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ رب العالمين يسخر منهم، وانتم بتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ازاي
ومن كفر ببعض فقد رفض الكل. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. قال بعضهم لا، خزي هو ان الله سبحانه وتعالى فرض عليهم الجزيه. وبعض العلماء قالوا وده يمكن اصح الاقوال، التشريد والقتل من الرسول صلى الله عليه وسلم اجلاهم وطردهم من المدينه وشردهم كما جاء في سوره الحشر، سوره بني النضير، ذلك يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. ربنا سبحانه وتعالى ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا لعذبهم، لولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. اذا هو التقتيل والتشريد والرسول صلى الله عليه وسلم اجلاهم واخرجهم بره المدينه ده خزي لهم في الدنيا. الجزية التي فرضت عليهم في الدنيا يؤتون الجزية وهم صاغرون كما قال سورة التوبة، هي أيضا خزي لهم في الدنيا. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبقوا بغضب، فرقهم رب العالمين في الدنيا كلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى فرقهم في جميع أرحاء الأرض، هذا ذل لهم. ربنا سبحانه وتعالى وضع بينهم، ألقى بينهم البغضاء والعداوة إلى يوم القيامة، هذا أيضا عقاب لهم. يعني أورثهم حب المال، جعلهم يحبون المال أكثر من أي شيء. الواحد منهم عنده مال وما ينفقش، تظهر عليهم تظهر عليه المسكنة والبخل، هذا عقاب من رب العالمين. فخزيهم في الحياة الدنيا، هم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، هم الله بغفل عما تعملون. يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني لأن هم أهل كتاب وأهل علم، وإنسان إذا كان عنده علم وفعل المعاصي يصبح عقابه أشد بكثير من الذي لا يعلم. إن الله لا يغفر للجاهل مرة، للعالم مرة، حتى يغفر للجاهل 10 مرات كما جاء في الحديث. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة المائدة على ما طلبوا، ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم مائدة من السماء بني إسرائيل، قال فإني منزل عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. عشان انت شفت ايه خارقه بعينك، فيبقى هيبقى عذابك مش هيكون زي عذاب اي واحد. فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمين، تطلبت ايه خارقه. فاذا نفست ما اريد ما تطلبون، من كفر منكم يكون له عذاب شديد جدا جدا جدا. وما الله بغافل عما تعملون، ربنا سبحانه وتعالى ليس بغافل عن افعالكم الخبيثه وسيعاقبكم عليها اشد العقاب، لانهم كان عندهم رغم من العلم لكن يتأولون اشياء خاطئه، وبعضهم بعض وضع اشياء غير صحيحه في كتبهم. ان الله سبحانه وتعالى ربما يخفى عليه بعض الاشياء، ربما سبحانه وتعالى لا يعلم بعض الاشياء، فجهلا منهم. فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم انه سبحانه وتعالى مطلع عليهم وانه يعلم كل صغيره وكبيره وسيعاقبهم اشد العقاب في الدنيا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، تشوفوا شغل الجرس في الشقه الناس في الجرين يساعدوني عشان اقول قولي هذا. استغفر الله.